هذا المساء الجميل وفي هذه التحديات الرائعة. شوطنا السابع من أعطى إشارة البدء به منذ لحظات، وهو شوط خاص باللقاية. الإبكار والشعارات يا أصحاب السمو شوخ الحاضرة بكل قوة في هذه الأمسية. نسير بالصدارة نتابع بداية هذا الشوط، نتابع المقدمة والشاهينية. الشاهينية من تنطلق بناموس هذا الشوط منذ البداية، شعار هجن سيح السلم وقيادة حمد بن علي العويسي. شعرنا من قدم أيضا نقطتين في هذا المساء يقدم الشاهينية بهذا الانطلاق الرائع وهذا التحدي الجميل في هذا المسار. نتابع المركز الثاني، وأرى مغرية تأتي ثانيا لسمو الشيخ راشد بن حمدان براد المكتوم، مسري بن سالم بالعرطي الحميري من يتابع مغرية مع المركز الثاني. ثالث المراكز عسيلة بشعار سمو الشيخ. عسيلة بشعار سمو الشيخ محمد بن ذياب بن سيفان الهيان الصادق فضل الأمين من يتابع عسيلة بهذا الانطلاق. وعلى مستوى المركز الرابع تصل تتقدم بالترصاصي لسمو الشيخ راشد بن سعود المعلى طارش بن راشد بن طارش المسافري في عملية التضمير والتدريب. وعلى مستوى المركز الخامس تتقدم الظبي بشعار سمو الشيخ أحمد بن محمد بن رايد المكتوم وقيادة المتحدي سالم بن سعيد بن منان. سادس الانطلاقات، سادس التحديات، تصل شعله لسمو الشيخ محمد بن خليفة بن سيفر الهيان علي بن سعيد بن مبارك الوهيبي من يقدم شعله على مستوى المركز السابع. ومع المركز الثامن تتسلل تتقدم تكريم لسمو الشيخ الهيان بن ذياب بن سيف آن الهيان الصادق فضل الأمير في تحديات تكريم على مستوى المركز الثامن. نتابع المركز التاسع والقدوم أيضا مع الشامية من هجن سيح السلم السهيل بن مبارك بن مرخان في تحديات الشامية. مع المركز التاسع عاشر الانطلاقات، عاشر التحديات، تأتي الشاهينية بشعار هجن العاصفة وتقدم غياثة الهلالي. هذه النتيجة، هذه النتيجة مشاهدينا. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام لمراكزنا المتقدمة، ولكن بنعود مع الصدارة. نتابع بداية هذا الشوط، نتابع المقدمة والشاهينية. الشاهينية من تنطلق بناموس هذا الشوط، من تنطلق بالصدارة، من تنطلق بالمقدمة منذ البداية تبضيه النقطة الثالثة لهذا الشعار، وبقيادة حمد بن علي العويسي من يقدم الشاهينية وهي تقود هذه الجموع منذ البداية. المركز الثاني، المركز الثاني، التقدم في هذه اللحظات ايضا مع مغرية لسمو الشيخ راشد بن حمدان برايد المكتوم، مسري بن سالم بالعرطي الحميري محمد يتابع تحديات مغرية مع المركز، مع المركز الثاني. ثالث المراكز وصول وتقدم وتسلل وانطلاق مع الظبي لسمو الشيخ احمد بن محمد بن راشد المكتوم، وتقدم سالم بن سعيد بن منانة في عملية التضمير. المتحدي ينطلق بهذا الأداء المثير وبهذا التحدي الرائع. وعلى مستوى المركز الرابع وصول وتحديات أيضا، الشاهينية التابعة لهجن العاصمة يقدمها غياثة الهلالي. نتابع التسلل لتكريم لسمو الشيخ الهيان بن ذياب بن سيف آل الهيان الصادق فضل الأمين من يقدم تكريم على مستوى المركز الخامس. سادسا من الجانب الآخر،
طار التقدم لبنت الرصاصي لسمو الشيخ راشد بن سعود المعلى، طارش بن راشد بن طارش المشافري في متابعة بنت الرصاصي مع المركز السادس والسابع. مشاهدينا متابعينا الكرام، تصل عسيل، تصل عسيل بشعار سمو الشيخ محمد بن ذياب السيف. آل نهيان الصادق فضل الأمين يتابع تقدم عسيل مع المركز السابع، ولكن منعود مع الصدارة. نتابع البداية وال المقدمة، وأرى هناك اللي على الصدارة، اللي على المقدمة بهذا الانطلاق المتميز منذ البداية هذا التحدي المثير والرائع. ما شاء الله الشاهينية من هجسيح السلم قيادة حمد بن علي العويسي، ولكن الظبي قادمة، الظبي قادمة مع المركز الثاني، المركز الثالث تكريم الكوكبة الثلاثية، أمس الثلاثية بهذا الانطلاق المتميز بتحديات الشاهينية بانطلاقة الظبي، وتكريم قادمة، تكريم قادمة مع المركز الثالث. ناموس هذا الشوط يتجول ما بين هذه الأسامي العملاقة الشاهينية والظبي، وتكريم، تكريم والظبي والشاهينية، ولكن الظبي، الظبي انطلقت بناموس هذا الشوط وبهذا الشعار، شعار سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، وقيادة المتحدي سالم بن سعيد بن منانة من يقدم الظبي في اللحظات الأخيرة. سلام، سلام للمتحدي بهذا الأداء المثير اللي قدمته الشاهينية. تهاني لسمو الشيخ أحمد بن محمد بن رايد المكتوم، والتهاني لسالم بن سعيد بن منانة. بينما اللي وصلت مع المركز الثاني جاءت أيضا شاهينية من هجل سيح السلم، المركز الثالث تكريم لسمو الشيخ محمد بن ذياب بن سيف آل نهيان، المركز الرابع بشعر سمو الشيخ راشد بن حمدان بن رايد المكتوم، والمركز الخامس لسمو الشيخ سيف بن خليفه بن سيف آل نهيان. هذه النتيجه مشاهدينا متابعينا الكرام للخمس المراكز المتقدمه. لنا عوده مع التوقيت الزمني ولحظات وصول الظبي الى خط النهايه، تقطع مسافه الخمسة كيلومترات في فترة زمنية مقدارها 7 دقائق 48 ثانية بالوفاء والتمام. تهاني لسمو الشيخ أحمد بن محمد بن رايد المكتوب، تهانينا لسالم بن سعيد بن منانة. بينما اللي وصلت مع المركز الثاني هذه لحظات وصول الشاهينية بشعار هجن سيح السلم، 7 دقائق 48 ثانية، 6 أجزاء من الثانية. تهانينا لهجن سيح السلم، تهانينا للشاعر حمد بن علي العويسي تكريم من جاءت مع المركز الثالث، 7 دقائق 48 ثانية و7 أجزاء من الثانية. تهانينا لسمو الشيخ الهيان بن ذياب بن سيف بن محمد آل نهيان، تهانينا أيضا للمضمر الصادق فضل الأمين. بسم الله الرحمن الرحيم.